الطين مش طبيعي مش طبيعي شفت كو... زيت... ام ام كشو رمضان أهل... كان وفرحنا رمضان اهلا اهلا رمضان 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 كلها كلاتكم عطشتوا يا الله قصدي أه يعني ان شاء الله الله يبرد عليكم الصيام اليوم يا جماعه بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا تحدي رمضان جاهز اوريكم شغله والله بيعمل سحر استنى ايه. انا عارف انه ما حدش فارق معه بس الالم بضوي اوكي جايز سالفه من الشرك بعد الخير جهزوا حالكم لانه فيديو اليوم مش حلو بالمره صراحه وانا انا اساسا مش حابه اصوره بس أنتوا بتحبوا العب ما بعرف اللعبه اللي رح نلعبها اليوم يا جماعه الخير اسمها وراس الجرس المتخلف هلا هي اسمها سايرن هيد صراحه انا بجوز لعبتها زمان وناسي المبدا تاعها بس انا اللي بعرفه انها لعبه سيرفايفل ايش يعني يعني انت بتكون ضايع بغابه ولازم تهرب اه بجوز اي آه افتاء من عندي يا جايز بسم الله الرحمن الرحيم سايرن هيد شو هدول نورمال هارد اكيد آه كيد هارد كل عالم نورمال للامانه مش عارف مبدا اللعبه ولا فاهم ولا اي حاجه سايرن هيد فرايدي 1997 اوه ماي جاد هون كان عمري سنتين يا جايز في سياره وفي محرك في مش عارف شو هذا وهذا برضه مش عارف انا موجوده في الغابه السوداء بدون ولا اشي معي بس آه كشك كشك. نقدر نصلح السيارة من خلال ماب الفكرة انه انا لازم اهرب من الغابة السوداء هاي عن طريق السيارة يعطيني الف عافية ترجم من باب الحارة هذا الوحش اوكي هذا راس الجرس نايس اي لايك ات دونت اجين يفضل صراحه كان يشرحوا عن الوحش لا بريس اي You don't have any part. آه أوكي هلا أنا لازم أدور على الشغلات هاي اللي بتصلح السيارة بدي عجل وبنزين وأبصر شو أوكي بدي أدور عليها بالغابة يا حبيبي آه بقدر أركض أو ماي جاد واو طريق خاوية تماما مكان ما بيوقفوا يستنوا الباص ليش هيك معفن؟ ليه الطريقة هيك شكلها؟ اه في اشي غاد. Oh. ماي جاد الفلاش اللي معي خلاص بده بطاريات جايز كثير عجبني النجوم والله في كمان إشي غاد بضوي اوه سياره لغايه الان الموضوع لطيف ما بيخوف ليه حاسس في اشياء حوالي انا مو شايف ولا اي شيء مش راضي يضوي انا مش عارف وين ماشيه جايز بس انا ماشيه بلاش تخاف الحمد لله اني ما شفت اشي بخوف روا روا يو ار ديد شكرا لكم يعطوك العافيه اي نيد تو فايند شيء للسياره اوكي okay, جايز طب انا لازم الاقي خلال الغابه انا اللي فهمته انه لازم الاقي الاشياء خلال الغابه هون معي مصباح ما بطفي ما بده بطاريات زي الصعب هذاك اوه انا عالقه كانه بمكان زي مربع ليكون like, لازم ادور بالارض اه oh, ايش هذا او ماي جاد توقع هذا مكان انا بتخبى فيه من هداك الوحش الشرير الله اعلم او ماي جاد إشي واخيرا هاي ما بقدر اتخطاها بقدر اروح غاد اوكي طيب توقع السر بسكه القطار هاي اللي هون ليش هو الوضع مش عارف اوه إيطاليا جايز هاي احنا بدنا زيت وبطاريه في عندكم زيت وبطاريه شو هذا البانيا البانيا هاي دوله بس مش عارف وين طب فيش ولا اي حاجه بس كزباله اوكي okay. قطار ثاني هاي بطاريه او ماي جاد ايش؟ اوه صار معي بالطريقة بدنا اه اوكي هاي الاشياء اللي بدنا اياها في نوتات لازم نجمعها اوكي ضايل بدنا سبارك واويل وغاز اوكي اه هون في طريق طلعوا بيّن زي طريق اوكي حنمشي منه جايز انا شجاعة انا ما بخاف هلو هل يعيش احد هنا؟ بلاش أخاف اوكي هذا مش بيد هذا كومباوند مجموعة بيوت ليش هيك مسكرة؟ كأنه اهلها مسكرين الشبابيك تعيتها لسبب ما طب انا ايش استبعد ايش وينه هاي ايش اعمل ايش اعمل ايش اعمل حموت 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 <applause> حموت 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 كيف اتخبى وانا اروح انت تحت الارض بلي بلي اوكي سكت القطار مره ثانيه طب انا ايش بدي اعمل ما هاي الفكره انه انا ايش بايدي اعمل يعني وين بدي اتخبى هو بس يجي ها البطاريه عرفوا شو لما قرب مني هذيك المره كان لازم ارجع للباص في من هون ومن هون اوكي بشو انا اخترت ذاك الطريق خليني اختار هذا الطريق جايز قريب 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 سامعين صوته؟ كوم كوم <إكتبه> هيك بمشي سايرن هيد رجل الشفاطة اوكي اذا اجا نهرب على الباص يا جايز اوكي احفظوا الطريق اوكي مفترق طرق مرة ثانية اوكي هذا بيت بس مش زي هداك البيوت ولا نفسهم لا نفسهم بديش اروح عليه انا تشامت من البيوت يا جايز اه هاي مخبأ 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 كنت بتخبى <مخبأ مخبأ> <مخبأ> كيف <applause> تنكيش <applause> شو أعمل؟ لن نستسلم لا لا رمضان يا جماعة الخير بعوض على الصبر اصبروا عشان توصل للي بدكم إياه دايما بسم الله هاي هيك حاطتها ايزي لازم ندور على أماكن جديدة ما رحنا عليها جايز في هون باص كأنه أوكي 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 هذا الباص أول مرة بنشوفه هاي أوه في نوت أوكي القطار 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 إلا ما يكون فيه شيء مش لازم نوقف ولا ثانية جايز أوه البطارية جو أوكي رح أروح أحاول أروح القطار اللي وراه يجي اجي اجي يجي اجي سمع 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 صوت 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 وراي صوت وراي صوت هيو شمال مش لازم اتحرك بس انا وانا بتحرك قاعده لازم 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 نوصل الى القطار الثاني لازم مشكلة ما في اماكن نتخبى فيها كثير اه هاي مكان جديد اه لا 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 اصبر 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 اصبر, أصبر, أصبر. اجريه؟ المفروض انه راح صح؟ كيف رجعت؟ والله ما بعرف اجا 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 حموت 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 خلص حموت اه هذا 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 المخبأ المخبأ اوكي فوتني فيه شوي اوه ماي جاد يا رجل القشطة. اوكي اجريه هسه بصيروا يخبطوا فيا نعم 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 خلاص جاء مزعج طلع 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 اجري اوه طلع 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 اكبره <سؤال> يعطيني الف عافيه علي وعلى سيارتي جايز اذا ما فزت على هذا الجيم مش حلعب حطلع كثير صعبه اوه اوه جديد شيء ثاني جديد مختلف كليا واو واو سباركل أنا سباركل يا جايز ليتس جو سباركل في طريق من هون ها نروح على الطريق اوكي يلا نروح على الطريق جايز أيوة, أيوة, ايوه هاي اول بارت نحل جايز ضايل ثلاث قطع بس هاي لا مشان الله يكون في عندكم قطع آه, بطاريه ايوه شكرا لكم صراحه هاد اشي جديد اول مره باجي هون آه. اوكي لازم اقدر اخذ اشي واحد توقعت والله خلينا نحفظ المكان عند سكة القطار على يمينه هاد اقسم بالله جايز هاي اخر محاولة اذا ما كيف صعبة السباركل اوكي 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 سكة القطار ممتاز 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 شت حمود لا تلعبوا هاي اللعبة وانتم صايمين اوكي جايز ولا تتفرجوا على هذا الفيديو أنتم صايمين لأنه مليون بالمية, مليون بالمية مليون بالمية مليون بالمية ما بصير. التسامح الأخلاق إنه الشهر الفضيل يا جايز ما بزبط حرام. هاي اللعبة أنا منه علي وبقيمها صفر من عشرة يا جايز. ليه؟ لأنها صعبة بشكل مستحيل، مستحيل حد يقدر يختم هاي اللعبة. واللي ختم هاي اللعبة يا جايز يبعث لي بس صورة على الانستغرام وصدقني غير أنزل أ... 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 أحكي إنه أفضل لاعب في تاريخ البشرية وبس. يعطيكم الف عافية وما شو مش شكرا على المتابعة باي